في إطار التوسع بمدن الجيل الرابع، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة المنصورة الجديدة والتي تقع على الطريق الساحلي بجانب مدينة جمصة كامتداد لها حتى حدود محافظة كفر الشيخ، وتبعد المدينة 54 كيلومتر عن المنصورة القديمة، وسيتم ربط المدينة الجديدة بالقديمة عن طريق إنشاء قطار كهربائي يصل بينهما في أقل من 15 دقيقة. وتضم مدينة المنصورة الجديدة أنواع إسكان مختلفة من إسكان سياحي وفيلات وإسكان متوسط واجتماعي، لتستوعب أكثر من 1.5 مليون نسمة، فضلا عن الفنادق السياحية التي تخدم السياحة العلاجية. المرحلة الأولى من المدينة تبلغ مساحتها أكثر من 2000 فدان، وشملت خريطة مدينة المنصورة الجديدة 3 أنواع من مشاريع الإسكان، وهي الإسكان الاجتماعي والمتوسط والسياحي، وجميع الوحدات المطروحة كاملة التشطيب ومجهزة بجميع المرافق اللازمة، إلى جانب أن جميع وحدات الإسكان الاجتماعي تتسم بالطابع الساحلي، علاوة على المسطحات الخضراء والخدمات الترفيهية في كل مشروع سكني. وتضم المدينة مشاريع إسكان فيلات مودرن وفيلات كلاسيك، ومشروع الإسكان الفاخر جنة، ومشروع سكن مصر، ومشروع الإسكان المتميز ذات الطابع الساحلي، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى بنسبة 100%. كما تضم المدينة أسواق تجارية علاوة على مدارس لكافة المراحل الدراسية وجامعة المنصورة الجديدة، والتي تم إنشاؤها على مساحة 127 فدان، وبها عدد 6 كليات تعمل منذ العام الدراسي الماضي، بالإضافة إلى الجامعات الخاصة ومركز طبي ومركز شرطة ومبنى التحكم الجيل الرابع والذي يصل إلى غرفة التحكم الرئيسية، كما تضم 5 مساجد و3 كنائس وكذلك 3 بنوك. بنقول لكم ان النمو السكاني هياكل البلد دي، احنا ما بنخوفكمش، وبنقول الكلام ده لكل المؤسسات اللي موجوده في الدوله بما فيها المؤسسات الدينيه. محطه التحليه اللي موجوده دي هي ضمن خطه الدوله لبناء محطات تحليه على المدن المطله على البحر المتوسط والاحمر، بحيث ان احنا في النهايه نبقى الميه بتاعت النيل تكون لداخل الجمهوريه وتقابل النمو السكاني المحتمل خلال ال50 سنة الجايه. اللي احنا بنعمله بالمدن ديت هي عباره عن، هي مش شكل، لا، ده عبارة عن مجموعة أهداف بتتحقق.
تحياتي من جديد مشاهدينا الكرام. قراءة أكثر لما تم افتتاحه اليوم من مدينة المنصورة الجديدة، والعائد الاقتصادي من هذه المدن التي تحاول مصر بها أن تغير شكل الحياة سواء للمواطنين أو أن تغير حتى نمط البناء والنمط المعتاد في المدن القديمة. من المعروف أنه محافظة الدقهلية وكل المحافظات المصرية محافظات ضاربة في القدم وفي التاريخ، وبالتالي التجديد هو سمة الحياة بشكل أو بآخر، والتغيير أيضا يجب أن تكون الحكومة قادرة على مواجهة التغيير في نمط حياة الناس، في الاحتياجات، وكمان تعظيم الاستفادة الاقتصادية من مقومات هائلة موجودة في كل محافظة على حدة، لأنه البعض بيقول أن كل محافظة مصرية قوة اقتصادية مختلفة بتتمتع بمقومات مختلفة يجب أن تتعاطى معها الدولة بشكل منفرد، كل محافظة بطابعها الخاص. ضيفي الكريم في الاستوديو هو دكتور كريم عادل، خبير اقتصادي ورئيس مركز العدل للدراسات والابحاث الاقتصاديه. اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك والسلام عليكم. بدايه وبشكل عام، اهميه انشاء المدن الجديده في دوله تسعى نحو التنميه او ان تاخذ خطوه جديده في عالم جديد. طبعا خطوات جاده يعني بتسلكها الدوله المصريه، وبتتبنى مجموعه من السياسات والاستراتيجيات اللي من شانها تحقيق الاستغلال الامثل للرقعه العمرانيه اللي بتتميز بها الدوله المصريه. كما اشرت حضرتك في المقدمه ان كل محافظه لها مزايا نسبيه ولها مقومات معينه بتتميز بيها. الحقيقه ان مدينه المنصوره الجديده هي مدينه لها طابع مميز ولها موقع جغرافي واستراتيجي هام، لانها بترتبط بثلاث مناطق سواء من ناحيه الاسكندريه والبحر المتوسط ومدينه العالمين الجديده والساحل الشمالي. وبالتالي هذه المنطقه والمدينه والصوره التي خرجت بها وشمولها لمنطقه او مدينه طبيه ومدينه تعليميه ومدينه ساحليه، كل هذه الامور من شانها احداث رواج اقتصادي، رواج ورفاهية اجتماعية أيضا للمواطنين، ليس فقط المواطنين المقيمين في هذه المدينة ولكن كافة الأفراد على مستوى المجتمع. لأن الدولة المصرية يعني بتتبنى السياسة الهادفة إلى توزيع ثمار التنمية على كافة أفراد المجتمع، والحقيقة أن مثل هذه المشروعات القومية من شأنها تحقيق ذلك. لماذا؟ لأن كافة القطاعات الإنتاجية والصناعية بتستفيد من مثل هذه المشروعات، كافة الأفراد العاملين في هذه المشروعات وأسرهم بيستفيدوا أيضا من وجود دخل لهم، وأيضا على المستوى الاستثماري تطوير المدن بهذه الصورة هو بيعتبر عنصر وعامل جذب هام لاستثمارات بعينها سواء في القطاع السياحي او الطبي او التعليمي. هل بتعتقد انه هذه الطريقه في التعامل مع المحافظات المصريه بيلغي الفكره الاساسيه او المشكله الابديه اللي موجوده، فكره المركزيه، انه القاهره او الاسكندريه هي المحافظات اللي مسيطره على الخدمات الاكبر، الجذب السياحي الاكبر، الاهتمام الاكبر، حتى مع الحكومه ان تتحول كل محافظه لا مركزيه بجذب اقتصادي بتقوم بنفسها. احنا على مدار يعني السنوات الاخيره وجدنا جهود من الدوله لمعالجه ظاهره يعني عانت منها الدوله المصريه على مدار ثلاث عقود تقريبا، وهي ظاهره العشوائيات. والسبب الرئيسي فيها هو كان الزحف من كافة المحافظات إلى محافظة القاهرة والأسكندرية تحديدا، وكل أكثر كان محافظة القاهرة. نتيجة إيه؟ نتيجة أن القاهرة هي المتوفر فيها الوظائف وفرص العمل، أن محافظاتهم طردة. صحيح. الدولة المصرية الآن أصبحت بتوفر بنية تحتية، أصبحت بتوفر شبكة اتصالات وشبكة معلومات، أصبحت بتوفر كافة المرافق اللازمة واللي من شأنها إنشاء مناطق صناعية ومناطق لوجستية ومناطق خدمية. كل هذه المناطق من شأنها توفير فرص عمل حقيقية، جذب استثمارات لهذه المحافظات، ويمكن ده كان واضح جدا من الخريطة الاستثمارية للدولة المصرية وإزاي قدرت تطرح كافة محافظات الجمهورية على هذه الخريطة وفقا للمزايا اللي بتتميز بها كل محافظة من ناحية ووفقا لاحتياجاتها ومتطلباتها في التنمية من ناحية أخرى. هل بتعتقد أنه إحنا بنمتلك
قاعدة معلوماتية جيدة للاستفادة من كافة المحافظات، لأن احنا بنتكلم على محافظات مختلفة. يعني مثلا مدينة المنصورة فيها سياحة يخوت، مدينة يعني تم استغلال إطلالها على الساحل. بنتكلم على الفيوم تتميز بأثار وبتتميز سوهاج، يعني بنتكلم كل محافظة بتحتاج لزخم معلوماتي كبير لكي تستطيع الدولة أن تعرف ماذا تحتاج هذه المحافظة، وأنا كمستثمر إيه الفرص اللي موجودة. شايف إن الجانب المعلوماتي ده متوفر؟ طبعا كان على مدار السنوات الأخيرة كان في حالة من التنسيق والتناغم والتوافق بين كافة وزارات الدولة المعنية بذلك، وعلى رأسها كان وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التخطيط والتنمية المستدامة ووزارة الاستثمار. كل هذه الجهات كانت مهتمة بإعداد ملف شامل لكل محافظة بما تمتاز به وبما تحتاج إليه. وفي الطرح الخاص بالفرص الاستثمارية وجدنا ذلك بصورة كبيرة، وجدنا حالة من الطرح بتعكس جهود جادة في معرفة مميزات أو مزايا هذه المحافظة ومتطلباتها واحتياجاتها. والحقيقة إن أنا أقدر أنوع الأنشطة الاقتصادية داخل الدولة، وإن أنا أقدر كما أشرت لحضرتك في مدينة زي مدينة المنصورة أدعم فيها سياحة اليخوت وهي سياحة عالمية، يبقى أنا هنا بعمل دعم للقطاع السياحي، بقدر أخلق حالة جديدة ومورد جديد من النقد الأجنبي، وأعمل حالة من الانتعاش والرواج الجديد في قطاع السياحة من خلال سياحة اليخوت. من وجهة نظر حضرتك كيف يجب أن يتم الترويج أولا داخليا، أن إحنا نعرف أن في جديد موجود، أنا كشاب ببحث عن وظيفة أعرف أن في حاجة حصلت في محافظة تانية أذهب إليها، بعيدا عن الأفكار النمطية أو المحافظات النمطية اللي بتيجي في بال أي شاب عايز يدور على شغل، ومستثمر سواء مستثمر داخلي أو مستثمر خارجي. وطبعا اللغة هتكون مختلفة في المخاطبة مع واحد داخلي وخارجي. لا، هو في جهات يعني معنية داخل الدولة هي المسؤولة عن توفير هذه الحالة من الاتصال أو التواصل بين المستثمرين والشباب الراغب في العمل، لأن الدولة المصرية يمكن العنصر البشري فيها هو عنصر متميز بيمتاز بالقدرة على العمل والقدرة على التكيف مع ظروف العمل، وأيضا طبيعة المواطن المصري أنه لديه إرادة ورغبة في النجاح. كل هذه المقومات من شأنها حافز للمستثمر للدخول في استثمارات جديدة، لأن العنصر البشري هو عنصر هام، وبالتالي هنا الدولة المصرية بتوفر بنية تحتية وشبكة معلوماتية وفرص استثمارية، وأيضا بتتوفر لديها الكوادر البشرية القادرة على إدارة منظومة عمل، إدارة منظومة تشغيل وإنتاج. لكن حضرتك كخبير اقتصادي، يعني في دول كتيرة سبقتنا في عملية الترويج لنفسها، في يعني ان الدولة لا ينظر اليها نظرة واحدة، ان هذه الدولة بتمتلك مقومات هنا سياحية، هنا لوجستية، هنا سياحة المدن، موانئ، يعني في كذا نوع من انواع الاستثمار. ما الذي ينقصنا للترويج لهذا؟ لانه بالفعل هو هناك تنوع شديد جدا، ما الذي ينقص مصر للترويج لهذه الاستثمارات لجلبها للداخل؟ لا، هو في خطوات جادة للترويج لهذه الفرص الاستثمارية، سواء من الهيئة العامة للاستثمار، سواء من وزارة التعاون الدولي، كل هذه الوزارات بتسعى إلى إبرام بروتوكولات تعاون وعرض الفرص الاستثمارية داخل الدولة المصرية. والحقيقة يمكن لمسنا في الفترات الأخيرة نجاح كبير للدبلوماسية الاقتصادية المصرية في تحقيق توافق مع مختلف دول العالم أو العديد من دول العالم الكبرى، وجدنا توقيع بروتوكولات ثنائية بتهدف إلى زيادة التبادل التجاري وزيادة التبادل السياحي وتبادل في الفرص الاستثمارية بين البلدين. كل هذا طبعا من شأنه ترويج لفرص استثمارية، وهذا أيضا من شأنه انعكاس لنجاح وجود فرص استثمارية حقيقية داخل الدولة المصرية. لماذا؟ لأن دولة أو مؤسسات دولية بتبرم اتفاقات مع الدولة المصرية لن تقدم على هذه الخطوة إلا إذا كان هناك بالفعل شعور وتأكد من وجود فرص استثمارية حقيقية وجهود جادة من الدولة لدخول ومشاركة القطاع الخاص والقطاع العام والمؤسسات الأخرى داخل الدولة للعمل والإنتاج.
هل بتعتقد انه اصبح هناك ادراك من قبل الدولاب الاداري داخل الدوله بضروره العمل في تناغم؟ لانه احنا دايما كان عندنا مشكله في التعامل مع وزارات مختلفه او المحافظ وسيطره المحافظ والوزير ولا قرار مين اللي يمشي. التعامل ده كله جعل هناك مشاكل كثيرة أو عقبات. هل بتعتقد أنه الدولة أدركت أنه ضرورة وجود تناغم في التعامل الحكومي مع سواء بقى مستثمر داخلي أو مستثمر خارجي، أنه يكون فكرة اللامركزية تكون موجودة في كل القطاعات؟ يعني إحنا على مدار الثلاث سنوات الأخيرة تقريبا وحتى يومنا هذا العالم كله بما فيه الدولة المصرية شهدت أزمات متتالية، شهدت أزمة كورونا، الأزمة الروسية الأوكرانية، أزمة تتعلق بالتغيرات المناخية وتأثيراتها على المناخ الزراعي والبيئة المائية. كل هذه الأمور كانت أزمات بتمر بالدولة، يعني أرى أن أسلوب إدارة الأزمات خلال هذه الفترة هو كان العاكس الحقيقي أو المرآة الحقيقية لحالة التوافق والتناغم والتنسيق الجاد بين مختلف قطاعات ومؤسسات الدولة، لأن ما كنا نستطيع أن نصل لهذا أو كما يقولون بر الأمان خلال أو بعد كل هذه الأزمات إلا في حال وجود توافق حقيقي عكسته أزمات حقيقية وعالمية مرت بها الدولة المصرية. تقييم حضرتك لما رأيته اليوم من مناطق لوجستية، سياحة يخوت، العمل على توفير مساحة كبيرة لفكرة السياحة وهي تعتمد بالتأكيد أغلبها على السياحة الداخلية ولكن بشكل مختلف، يعني وجهة نظرك فيما تم اليوم؟ هي طبعا جهود كبيرة من الدولة المصرية. الدولة المصرية بتسعى إلى إنشاء مدن بتهدف منها ليس فقط تحقيق أهداف أو أبعاد اقتصادية ولكن أيضا أبعاد اجتماعية وأبعاد بيئية. لماذا؟ لأن هذه المدن وبتشمل إسكان متميز وإسكان متوسط وإسكان اجتماعي، وبالتالي هنا أنا بستطيع أن أنا أسحب من الزيادة السكانية الموجودة في مختلف المحافظات بما فيها محافظة المنصورة أو محافظة الدقهلية، وبالتالي هنا أنا بحقق بعد بيئي، لأن كلما زادت الزيادة السكانية في منطقة جغرافية معينة كل ده ما بيترتب عليه المزيد من الانبعاثات الضارة بالبيئة، كل هذا بيترتب عليه المزيد من الأضرار البيئية والصحية لهؤلاء السكان، وبالتالي التوسع في الرقعة العمرانية وانتقال عدد أو نسبة كبيرة من السكان إليها ده من شأنه تخفيف الانبعاثات الضارة، من شأنه الحفاظ على البيئة، من شأنه توفير فرص عمل جديدة، من شأنه فتح أبواب استثمارات جديدة لمستثمرين. يعني النهاردة اللي شفناه أنها يعني الموضوع ليس فقط مباني سكنية، هي ليست فقط الغرض منها السكن، يعني احنا شفنا شواطئ، شفنا مشروعات اقتصادية، وبالتالي هي فقط منتظرة عملية التشغيل، يعني الفكرة ليست سكنية. الفكرة ليست سكنية، هو مشروع متكامل، مدينة متكاملة من المستوى السياحي، الطبي، التعليمي، الخدمي، السكني، كل هذه الأمور متتواجد في هذه المدينة. هي مدينة بتحقق التنمية المستدامة، هي مدينة قائمة بذاتها بتخلق مواردها من الطاقة ومن المياه، والفائض بتستطيع أن تمد به المحافظة التابعة لها أو محافظات الجمهورية الأخرى، وبالتالي نحن نتحدث عن مدينة ذكية، مدينة بتتماشى مع الجمهورية الجديدة ومساعي الدولة لإظهار صورة حضارية للدولة المصرية في أو على مستوى كافة محافظات الجمهورية. هل بتعتقد أنه إن إحنا في حاجة لتكرار هذه النماذج بإدراك أكبر لواقع أو اختلاف كل محافظة عن يعني عن المحافظة الأخرى؟ لأنه بالفعل التنوع شديد جدا وثري في الجانب الاقتصادي والجانب الثقافي والجانب السياحي في كل محافظة على حدة. صحيح، يعني الدولة المصرية بتسلك مسارين، المسار الأول وهو إنشاء المدن الجديدة والمدن الذكية كما شاهدنا في افتتاح اليوم، وأيضا في مسار آخر بيتعلق وبيرتبط وظهر من خلال مبادرة حياة كريمة اللي ساهمت في تطوير مناطق معينة، ساهمت في خلق فرص عمل، تحقيق التمكين الاقتصادي للأفراد أو القائمين أو متواجدين في هذه القرى.
تمام. انا يعني هتوقف عن الحوار قليلا لننتقل لموجز الاهم واخر الانباء، وبعد ذلك اعود لحضرتك مره ثانيه بعد الفاصل. مجدة القاضي وموجز على راس الساعه. تحياتي من جديد، وأرحب بحضرتك مرة تانية دكتور كريم عادل، خبير اقتصادي ورئيس مركز العدل للدراسات والأبحاث الاقتصادية. إذا يعني درسنا ما تم افتتاحه اليوم أو الموجود في هذه المدينة المنصورة، كان هناك استغلال لتواجدها على البحر المتوسط، تم إنشاء مناطق لوجستية أو منطقة لوجستية فيها، وهي أصلا هذه المنطقة تكررت في منطقة في البحر الأحمر في منطقة العين السخنة بشكل أو بآخر، وفي بورسعيد كمان، وهي أصلا الأصل يعني في التعاطي اللوجستي مع السفن. هل ده توجه للدولة؟ وأصلا نبسط للناس اقتصاديا إيه مردودها؟ طبعا هي هذه المناطق هي مهمة جدا لمختلف الصناعات ومختلف القطاعات الاقتصادية. لماذا؟ لأن قرب هذه المناطق من المحافظات ده بيساهم في توافر دائم لمختلف السلع والمنتجات داخل هذه المحافظة، ومن ناحية أخرى بيترتب عليه توفير في أسعار وتكلفة النقل والتخزين الخاصة بسلع ومنتجات معينة. وبالتالي هنا دي نقطة مهمة جدا بتنعكس على سكان هذه المحافظة من ناحية. من ناحية أخرى إن احنا لو وجدنا دور هذه المناطق اللوجستية، هي من شأنها إنها بتدعم وبتخدم المناطق الصناعية ذات الصلة، بمعنى إن هي بتوفر بحكم ارتباطها وموقعها على بعض أو قربها من بعض الموانئ. دي نقطة مهمة جدا لأنها بتسهل الوصول إلى الموانئ، بتسهل أيضا تخزين المواد الخام الواردة للدخول في صناعات بعينها، وبالتالي هنا بتخلق حالة من السهولة والمرونة في عمليات التصنيع المختلفة. ويمكن دي نقطة مهمة جدا، لأن هو كما أشار السيد الرئيس اليوم في كلمته إن احنا بنتجه إلى توطين الصناعة، وبالتالي من خلال هذه المناطق أيضا أنا بدعم القطاعات الصناعية والإنتاجية المختلفة، بقدر أحقق أهداف الدولة ومستهدفاتها الخاصة بالوصول ل 100 مليار صادرات. أنت كمان بتتكلم على يعني منطقة لوجستية بتحتاج صناعات كتيرة بتخدم عليها وتخدم عليها. طبعا بتخدم عليها من ناحية، وأيضا بتخلق حالة من وفر للمواد الخام الخاصة بعمليات التصنيع المختلفة. يعني بمعنى أن ممكن صناعة معينة بتحتاج في مراحل الإنتاج المختلفة للعديد من قطع الإنتاج أو مستلزمات الإنتاج، هذه المناطق اللوجستية من شأنها توفير مختلف هذه المستلزمات أو المواد الخام اللازمة لعملية التصنيع. وبالتالي هنا لو بتحدث عن استثمار، أنا بوفر حالة من الوقت والجهد وأيضا المال للمستثمر، لأن بهيئ له مناخ كامل، وده يمكن بيساهم بصورة كبيرة في تحسن مؤشر الدولة المصرية في بيئة الأعمال والتنافسية، وده مؤشر مهم جدا من ضمن المؤشرات اللي بتهم المستثمرين والمهتمين بعالم أو قطاع المال والأعمال داخل الدولة. شايف أن ده توجه اقتصادي جديد للدولة؟ توجه اقتصادي، لان الدولة المصرية اصبح لديها يعني نجاح في مختلف القطاعات، ويمكن ده بنلمسه في تحسن مستمر في معدلات النمو في قطاعات كبيرة جدا بتشهد نمو ملحوظ، سواء قطاع الاتصالات والمعلومات، قطاع الخدمات الاجتماعية، قطاع التشييد والبناء، قطاع المطاعم والفنادق وغيرها من القطاعات، وقطاع الزراعة طبعا والصناعة. كل هذه القطاعات طبعا هي بتخلق حالة من الاقتصاد المتنوع، اقتصاد متعدد، اقتصاد قادر على أن يقود قاطرة تنمية لدولة حتى في حال تعطل أو تأثر قطاع بعينه، كما وجدنا في السابق في قطاع السياحة. هناك العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى القادرة على استكمال مستهدفات الدولة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لمواطنيها. أنا بشكر حضرتك شكر جزيلا على التواجد معايا دكتور كريم عادل، خبير اقتصادي ورئيس مركز العدل للدراسات والأبحاث الاقتصادية. شكرا لك، شكرا جزيلا. الشكر موصول لحضراتكم، متواصلون بعد فاصل.